كل العام 2015 وجائزة مراسلون بلا حدود للعام 2013. يبدو أنه لم يبقى أمام النظام وميليشيا حزب الله بعد فشلهم باقتحام مدينة الزبداني وانسحاب حركة أحرار الشام من المفاوضات إلا اللجوء إلى حزب مغمور لإدارة ملف التفاوض مع الثوار في المدينة، حزب التضامن المرخص لدى النظام في دمشق، وأمينه العام محمد أبو القاسم حصل على تفويض جديد للسير بتسوية شاملة تنهي الأزمة الراهنة في الزبداني بحسب وصف بيان الحزب. وادعى أمينه العام أن حزبه نال تفويضا من المجلس المحلي المعارض في الزبداني وجميع الفصائل الثورية فيها للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف، مع رفض إخضاع أزمة المدينة لحسابات إقليمية بحسب تعبير البيان. أصدرت اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول في المناطق المحررة بيانا قررت من خلاله البدء بتطبيق القرار المشترك من قبل الفصائل الثورية والفعاليات والمحاكم القضائية لاستبدال العملة السورية بالتركية في المناطق المحررة في الشمال السوري بهدف الضغط على نظام الأسد اقتصاديا لحين سقوطه وإصدار عملة وطنية جديدة بحسب اللجنة. قررت اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول البدء بتطبيق القرار المشترك للقوى الثورية والفصائل العسكرية بتداول العملة التركية في المناطق المحررة في الشمال السوري حتى إسقاط النظام المجرم وإصدار العملة الوطنية الجديدة، وذلك للأسباب التالية: أولاً، حفاظاً على أموال شعبنا السوري من الضياع نتيجة انهيار الليرة السورية وطباعة النظام لأوراق نقدية جديدة ليس لها رصيد. ثانياً، محاربة نظام الإجرام اقتصادياً بوقف تدفق القطع الأجنبي إليه من المناطق المحررة. ثالثاً، استقرار أسعار السلع والمواد وتنشيط الاستثمار، والله ولي التوفيق. في آخر أخبار النصب على اللاجئين السوريين في تركيا، قالت مصادر إعلامية كردية إن شبانا سوريين أكراد وقعوا ضحية مهرب سلبهم آلاف الدولارات مقابل وعود كاذبة بإيصالهم إلى أوروبا. وبحسب شبكة آر نيوز الكردية فإن المهرب التركي حصل على 8500 يورو من كل شاب مقابل إيصالهم إلى أوروبا باستخدام شاحنة كبيرة. وبعد أن حصل المهرب على المبلغ المطلوب جاء بالشاحنة وخصص أماكن داخلها للشبان، ثم قام بالتجول بهم في المدن التركية ابتداء من أدرنة، وبعد جولة استمرت ساعات أنزل المهرب ركابه في شارع فرعي بإحدى المدن التركية وأخبرهم أنها الحدود الصربية قبل أن يفر بشاحنته. هنا سوريا مستمر ولكن بعد لحظات.